رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة إعلانية وعدد من المجموعات الكبيرة متهما إياها بمقاطعة غير قانونية لمنصته إكس، مما جعلها تتكبد خسائر بمليارات الدولارات. ومن بين المجموعات المستهدفة شركتا مارس ويونيليفر البريطانية الهولندية، وكلاهما تعملان في قطاع الأغذية بالإضافة إلى سلسلة الصيدليات الأمريكية الكبيرة وشركة الطاقة الدنماركية. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، حققت إكس إيرادات ب 114 مليون فقط في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من السنة، مما يمثل انخفاضا بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي. ولهذا اتهم ماسك الاتحاد العالمي للمعلنين بالسعي سرا من خلال التحالف العالمي لوسائل الإعلام المسؤولة إلى حرمان منصة إكس من مليارات الدولارات المتآتية من الإعلانات. وكان عدد كبير من المعلنين قد غادروا المنصة بعد استحواذ ماسك عليها، فيما قالت المديرة العامة للمنصة إن إكس ضحية لعملية مقاطعة ممنهجة وغير قانونية، وعربت عن أملها في إجراء محاكمة والحصول على تعويضات لم تحدد قيمتها.